الحقيقة معانا موضوع آخر أو ملف لا يقل أهمية عن الملف اللي احنا بنتكلم فيه، ويمكن يكون قريب أو مشابه منه شوية لأن هو برضو ليه بعد طبي وأيضا لفتة إنسانية، وهو لفتة إنسانية قام بها مجموعة من الطلاب في جامعة سوهاج وتحديدا الدفعة رقم 27. عملوا إيه؟ عملوا مبادرة فيما بينهم. المبادرة دي قرروا من خلالها اللي هم يتبرعوا بمصاريف حفلة التخرج بتاعتهم، يتبرعوا بالفلوس دي ويشتروا جهاز منظار حديث يخدم مرضى مستشفى سوهاج الجامعي. طبعا بنشكرهم على اللفتة دي، وتعالوا نشوف اللي حصل. الفكرة جات لنا ان من دورنا من ناحية المجتمع بتاعنا وشايفين المعاناة اللي بيعاني منها اهلنا المرضى، ان احنا بدل ما بنعمل حفلات تخرج تقليديه، لا احنا هنجمع تبرعات ونساهم في حاجه تفيد المجتمع، زي مثلا منظار الجهاز الهضمي اللي احنا جمعنا له تبرعات وصلت لمليون جنيه. دي كان مساهمه لينا في ان المجتمع محتاجه فعلا، مش اللي احنا ممكن يضيع وقتنا او كده. فبدأت التبرعات، جمعنا من 1 سبتمبر تقريبا 2021 لغاية ما الحمد لله النهاردة وصلنا ان احنا بنفعل المنظار ونضيفه لوحدة المنظومة المستشفيات الجامعية. المنظار ده ليه أهمية كبيرة بالنسبة للمرضى، خاصة في حالات القيء الدموي، في حالات القرحة المعدية، سواء تشخيصي أو علاجي. المنظار مهم جدا للحالات دي، وبيكون طبعا يعني حالات طوارئ بالنسبة لنا في الاستقبال، يعني لازم نعرف فيها سبب النزيف، وبعض حالات أورام سواء المريء أو المعدة أو الإثنى عشر. بالنسبة لنا إن شاء الله بإذن الله المنظار طبعا كفاءته عالية جدا، بإمكانيات كويسة جدا، إن شاء الله نتمنى إن هو ينفع المرضى ويستفيدوا بيه إن شاء الله بإذن الله. خليني أشكر الطلبة دفعة 27 لمساهمتهم الكبيرة جدا في أن الجهاز ده يبقى متوفر وموجود وبيخدم أهالينا الموجودين. الجهاز ده بيستطيع أو يضيف بعد للتشخيص في حالات الإميرجنسي أو حالات الطوارئ على مدار الساعة اللي بنستقبلها في مقر المستشفى الجامعي القديم، وهيكون إضافة قوية جدا مش لقسم الجهاز الهضمي والكبد، أيضا إضافة للوحدات المناظير الموجودة سواء في قسم الأمراض البطن العامة أو قسم الجراحة العامة. دلوقتي احنا معانا على التليفون دكتور مجدي أمين القاضي عميد طب جامعة سوهاج. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. أهلا، صباح الخير أستاذ أحمد أستاذ جمانة، صباح الخير بحضراتكم، أهلا وسهلا بكم. أهلا بيك يا فندم. يعني في البداية حابين نعرف من حضرتك أكتر عن مبادرة طلاب كلية الطب، إزاي الفكرة دي جات لهم؟ كانت فكرة مين كمان في الأساس، ووصلوها لإدارة الكلية إزاي؟ هما ولادنا احنا في كلية طب سوهاج. حضرتك احنا دايما بنبقى مهتمين ان احنا ننمي في الطالب حب خدمة المجتمع وحبه ورد الجميل للمرضى اللي هو اتعلم عليهم، وده كنا حريصين عليه جدا في ان احنا نزرع هذه القيمة داخل ابنائنا الطلاب في كلية الطب البشري. الفكرة دي بدأت في العام الماضي لما ولادنا برضو الدفعة السابقة لهم اشتركوا في جهاز للغسيل الكلوي لمستشفى الهلال، ودفعة 27 يعني كملت هذه المبادرة اللي احنا عودنا عليها اولادنا، وبدأوا حضرتك ان هم يجمعوا التبرعات مع بعضهم بدل ما تنصرف في حفلات حفل التخرج، ودعمتهم حقيقة أو كملت معهم مؤسسة مصر الخير اللي أنا برضو بوجه لها الشكر عشان نقدر نجيب هذا المنظار اللي بالتأكيد حضرتك له دور كبير جدا في العملية العلاجية، منظار الجهاز الهضمي العلوي ده. حضرتك شيء احنا حريصين عليه جدا وفي تنميته في أولادنا داخل كلية الطب، لأن فعلا بشكر دفعة 27 على هذه المبادرة، وأتمنى إن شاء الله إن أولادنا في الدفعات اللي جاية يكملوا نفس الفكر ونفس الطريق. طبعا كلنا بنشكرهم الحقيقة. نعم. طيب دكتور، يعني جهاز المنظار اللي تم توفيره ده بيخدم تقريبا كم مريض في مستشفى جامعة سوهاج؟ حضرتك هذا المنظار متشعب بين اقسام كثيره جدا، يعني هو بياخد قسم الجهاز الهضمي في قسم الامراض البطنيه، بيشتغلوا عليه الزملاء في قسم الجراحه العامه لانه بيتناول امراض عديده تخص الجهاز الهضمي العلوي، والمترددين شهريا في هذا الامر في مستشفى الجامعي لا يقل عن 400 ل 500 حاله في الشهر،
بنقدر نشوفهم ويحتاجوا الى تدخلات، كثير منهم بيحتاج تدخل، وما بتقدرش نضع الحل النهائي لهم الا بوجود هذا المنظار سواء في عمليه تشخيص او في عمليه العلاج. نعم. طبعا يعني دكتور مجدي امين القاضي عميد طب جامعه سوهاج، نشكر حضرتك جزيل الشكر، هي لفته طيبه جدا من طلاب طب جامعه سوهاج، لفته لطيفه جدا وطيبه جدا، هم يقدروا يبداوا بيها مشوار حياتهم بقى. انا نفسي دول بقى الطلبه دول تحديدا يا جماعه يبقوا قدوه لكل الطلبه اللي بتتخرج جامعة سوهاج كلية طب الدفعة رقم 27. ليه؟ لأن هم قرروا بدل ما يروحوا يصرفوا الفلوس دي على الأرض، لا هم كده يعتبروا فعلا عملوا صدقة جارية، يعني هم عملوا خدمة إنسانية ولفتة إنسانية بتخدم أهل المحافظة عندهم، لكن في نفس الوقت هي بتعتبر صدقة جارية ليهم. فتخيل أنت بتبتدي حياتك كده المهنية أو حياتك العملية تحديدا بصدقة جارية هتعود عليك بالخير والله طول السنوات. فنفسي يعني تبقى قدوة أو يبقوا قدوة يحتزى بها كل الطلاب اللي بيتخرجوا، بدل ما بنعمل بقى دلوقتي حفلة تخرج يا جمانة في مكان كبير وندفع ألفات مؤلفة، في ناس بتدفع فعلا فلوس كتيرة جدا. كم بقى كم مريض يعني.